يا رب ديمها انتصارات، لان جمهور الاهلي حاله وجمهور النادي الاهلي فكره، والنادي الاهلي نفسه برضه فكره. تحس ان احنا 10 ايام عندنا مشكله ان احنا ما حققناش فوز. انت محقق دوري ابطال افريقيا، البطوله الاكبر داخل القاره، اللي اي حد لما بيحققها بيحصل عنده اكتفاء. ربما نادي الوداد بيخسر الدوري المغربي في اللحظات الاخيره في الوقت اللي هو محتاج فرحه تنسيه لحظات خساره النهائي. جمهور الاهلي على العكس، جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه في حته تانية حرفيا. بتيجي بتلعب في الدوري منتظر كده يكون في ايه، حاله تشبع. جمهور النادي الاهلي حاسس احنا واخدين افريقيا ووضعنا في الدوري جيد ومريحين نفسيا شويه، وفي شويه هدوء يا عم فارس، يعني خلينا بقى في رفاهيه ان احنا نلعب ماتش وحش. لا، جمهور النادي الاهلي قبل مباراه الحرس كل واحد بيتكلم عن حكايته في انتظار النادي الاهلي اللي لسه واخد دوري ابطال افريقيا. كولر من اول لحظه وهو بيودع المطار في سويسرا وهو بيتكلم عن رحلته الجديده وطموحه الجديد وهدفه الجديد. الفريق جوه الملعب بيبقى عندك في بعض الفترات تراجع، ولكن بتنهي المباراه بشكل رائع وشكل فيه حماس وشكل فيه روح وشكل فيه رغبه في الفوز. الحاله دي وحجم الشغف بالبطولات ده وحجم الرغبه في تحقيق الانتصارات ده معادله بتاعت النادي الاهلي بس. يا جماعه في ناس بالسنوات ما بتاخدش الدوري، في ناس بالسنوات ما بتاخدش افريقيا وبتتاقلم على الوضع، انت ما عندكش تاقلم، انت ما فيش في منهجك التاقلم مع اي شيء غير الانتصارات، انت قاعد مستني نفس الشغف. انا قاعد وانا بتفرج على المباراه بقول هو ده الاهلي اللي انا كنت فرحان بقالي اسبوع، وحفله بقى وجمهور الاهلي عمال ينزل ويبدع في الانتصارات. اول ما بدا مباراه الحرس اللي هو هبط، يعني قبل المباراة كان عنده فرص يعني، ولكن عمليا كان هبط، وفريق نتائجه متواضعة جدا، ولكن نفس الشغف بنفس الحماس بنفس الرغبة. ده بيحصل في حتة واحدة بس، وهي النادي الأهلي اللي بصراحة حالة استثنائية. أكيد يا فارس، وده قلنا قبل كده كتير، إن أنت قدرك إن أنت تكون في النادي الأهلي بالتأكيد شعبية جارفة، بالتأكيد حالة مختلفة تماما، لانك بتمثل النادي الاهلي في اي منصب او في اي مكان. لكن الحقيقه انت واقع تحت ضغط طول الوقت، ان انت في النادي اللي عايز طول الوقت يكون رقم واحد. الامور الطبيعيه في كره القدم مش طبيعيه عندك. يعني انا بشوف ان الاسترخاء والاستهتار ببعض في بعض الاوقات، والحاله اللي ممكن يعني تيجي بعد بطوله ان انت تكون لسه مش واخد جو الشده في الملعب، دي طبيعية جدا في أي فريق في العالم وعادي بتحصل جدا، لكنها غير مقبولة في النادي الأهلي. أنت المقبول في النادي الأهلي إن إحنا بيتقال إيه؟ اقفل الصفحة من تاني يوم. لكن الحمد لله وأنا سعيد جدا إن كان في فترة راحة نحتفي بالبطولة الـ 11، لأننا لازم ندي البطولات حقها. زي ما بيحصل بعض الأوقات حالات من الانكسار فبيكون حالة الزعل والحزن والغضب شديدة جدا، فلازم لما يحصل انتصار لا لازم نكون برضو واخدين حقنا، لا افراط ولا تفريط، ولكن ما نقفش عند الانكسار ونبدا نقعد فترات نتكلم عنه ونعدي كده البطوله بشكل عادي زي ما عدينا البطوله 10 اللي هي مظلومه معانا دي. لكن الحقيقه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي بالتاكيد واصل لهم كويس قوي مشاعر جماهير النادي الاهلي، وغريب جدا ان انت يكون عندك مدير فني في اول سنه ويبدا يحدثك على انه فاهم طبيعه جماهير النادي الاهلي. خلاص الراجل بيشتغل على طبيعه جماهير النادي الاهلي، وده شيء ايجابي جدا.